الاهلي النهارده حاجه تانية. اه سيبك من ماتش الزمالك، انا مش عارف الناس ليه رابطه. انا ما على فكره لسه الدوري بدري جدا على ماتش لا طبعا، الزمالك يعني، بس هي او ان بتبقى الزمالك يفقد نقطتين. ما هم الاهلي لسه الايام ما حدش عارف ايه اللي هيحصل دفع الفتره دي معنويه، انت فاهم بالظبط. الحكايه دي يعني، بتبقى ثقه للاعبين انهم بيلعبوا بره ارضهم وفي السويس، وملعب السويس صعب جدا على فكره، في هوا وبتاع ضد اللعيبه كلها، لكن صحيح. لعيبه بتمتاز بروح كبيره جدا ودوافع كتيره جدا ومعطيات بتديها جوه الملعب. عندهم اسلام بقت حاله من التنوع في اللعب. ايوه يعني الاول ما كانش، كنا ندور على جمل نسال، ما فيش جمله، ما فيش حاجه احنا نقدر نرتكز عليها ايوه نراهن عليها ان هم يقدروا يكسبوا المباراه، كان كله بختك يا بخيت. بالعكس النهارده في رؤيه، في باص سريع، في لعيبه كلها شايفه بعض، لعيبه بتغطي بعض، لعيبه مش عارفين المراكز فين، حريه في التحرك في كل حاجه، تصميم على الفوز، وده الاهم من كل حاجه. النهارده بنشوف جون في اول دقيقه ونص يعني، صحيح. وبيتكرر بعدها على طول بجول تاني، ومحاولتين ثلاثه بثلاث اربع اهداف. اذا في حاله اللعيبه مقدره المسؤوليه في الموسم ده، وزي ما انت بتقول من فوز لفوز بتاخد ثقه اكتر، او احساسك كمان كجهاز فني جديد بيتمتع باعطاء الثقه لكل اللاعبين. يعني ما بيقولش فلان اللي هيلعب 45 دقيقه ده هو الاساسي بتاعي، صحيح. لا، اللي بيدي في الملعب هو اللي بيكون موجود، اللي بيدي ولو لمده 20 دقيقه بس افيد. اديك شفت النهارده بيلعب بثلاثه فراوده، بيخرج اثنين فراوده وينزل اثنين فراوده، بقت الحكايه خلاص مساحه اللعيبه بتعطي فرصه حتى للعيب اللي لعب بره ان هو ينزل وينزل بارتياحيه بهيفي صحيح. سكور، غير بقى اهداف ما بتتحسبش، غير اهداف بتضيع، غير 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 غير. فمجمل المباراه بتبقى بتقول لي انت مبسوط ليه؟ لا مبسوط مبسوط من الاداء الحقيقه.